بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذه الأيام أيام مباركة، وهذه اللحظات لحظات ذات شأن عظيم في ميزان الله عز وجل. فالأيام المباركة أيام العشر، والتي أولها اليوم الأول من ذي الحجة، وآخرها اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر ويوم العيد ويوم الحج الأكبر. فغدا هذا اليوم العاشر واليوم الذي قبله وهو يوم عرفة، هما صفوة هذه الأيام، بل صفوة هذا الموسم الكريم كله. فالله عز وجل خالق الزمان وخالق المكان، اصطفى من الزمان مكانا وهو هذا البيت العتيق، وفضله على سائر بلاد الدنيا، وفضله على سائر المساجد، فهو أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده، وفضل كذلك من الزمن زمانا، فكان مما فضل الله عز وجل هذه الأيام المباركات، وهي الأيام المعلومات، والتي كما قلت صفوتها يوم عرفة ويوم العيد اليوم العاشر، وهو يوم النحر. يوم النحر لأنه اليوم الذي ينحر الحجاج فيه ضحاياهم، والذي يتقرب فيه أهل الإسلام بضحاياهم، ويتقرب الحجاج بالهدي المتمتع والقارن. فبداية حل هديه يكون في يوم العيد، في يوم النحر، ولذلك سمي بيوم النحر. في يوم النحر يصل الحجاج إلى منى ويرموا فيه جمرة العقبة، وفي يوم العيد ويوم النحر ويوم الحج الأكبر يطوف الحجاج طواف الإفاضة، ويسعى من عليه سعي الحج، فلذلك سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر، حيث يجتمع فيه جل أعمال الحج، وأهم أعمال الحج فإنها تكون في هذا اليوم. فإذا لكثرة ما يكون فيه من الأعمال وتعددها، فالناس والحجاج يفدون إلى منى ويرمون جمرة العقبة ويحلقون رؤوسهم ويقدمون هديهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة. فهذا اليوم هو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفقهم لطاعته ورضاه، وأن يوفق أهل الإسلام لطاعته واغتنام هذه
الأيام المباركات، وأن يوفق جميع العاملين بخدمة الحجاج من مدنيين وعسكريين على ما يقدمون ويبذلون لخدمة هذا الوافد، وأن يكون حجه آمناً مطمئناً. وكذلك الشكر لولاة الأمر على ما يقدمون لخدمة هذا البيت ولخدمة الوافد إلى البيت بهذه الصورة التي يراها الناس كلهم. وأسأل الله عز وجل ألا يحرم الجميع الأجر والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.